رعى سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس مسيرة الحج التي شارك بها رعية بيت لحم للروم الكاثوليك إلى المدينة المقدسة، حيث انطلقت المسيرة من كنيسة صلب المسيح إلى القبر المقدس في كنيسة القيامة. مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي رافقت المسيرة وأعدت التقرير التالي. على خطى السيد المسيح شاركت رعية بيت لحم للروم الكاثوليك مسيرة الحج إلى المدينة المقدسة القدس تحت رعاية صاحب السيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس بمشاركة الشماس طوني حنا والشماس فادي أبو سعدة وعدد من المؤمنين. ابتدأت المرحلة الأولى من كنيسة جلد المسيح التي حكم فيها، حيث صدر الحكم بالموت صلبا بأمر من بيلاطس البنطي. أخذت المسيرة تتنقل من مرحلة إلى أخرى تعبيرا عن إيمان المشاركين بالسيد المسيح في سر ألامه وموته وقيامته في جو روحي عميق، منشدين الصلوات والتأملات والتراتيل. الله راح يعطيك صليب ولكن هو دايما ناشلك منه. فاعلموا أيها الأمم والهزموا لأن الله معنا. اسمعوا إلى أقصى الأرض لأن الله معنا. أيها الأقوياء الهزموا ولا ضعفي هو الذي أوقعني بل ضباب الظلم المنتشر في العالم، لكني لن أستعين بقواي الإلهية للتهرب من الألم، بل إني أريد أن أشرب الكأس حتى آخر قطرة متمماً إرادة الآب. فيرد الإنسان في هاي اللحظات، ممكن إحنا كلنا نردد زي هذا الإنسان اللي بيحكي: كثيراً يا رب ما أيأس من الكفاح وأظن أن العودة إليك مستحيلة. يبنوا كنيسة القيامة كانوا محتاجين مية، والبلدة القديمة كلها ما كانش فيها مية غير الجسمانية، فكان عشان يجيبوا مية كان ينزل الجسمانية تحت مكان هو عند قبر العذراء كان يجيبوا مية. بعدين مع الوقت الملاك ظهر للملكة هلانا وأرشدها إن في بير موجود هنا هو تجمع مياه أمطار مش نابع من الأرض، لأن زي ما أنتم عارفين إن المدينة كلها على جبل. اليوم فرصة حلوة روحية ثمينة إنه نكون مع
أولاد رعية بيت لحم للروم الكاثوليك في درب الصليب في القدس في كل المراحل التي تحملها يسوع المسيح آلامه عذاباته من أجلنا من أجل خلاصنا. وأنا واقف هلا قدام كنيسة القيامة حيث تم الصلب على جبل الجلجلة وأيضا على هناك القيامة قيامة سيدنا يسوع المسيح. زمن الصوم هو زمن رجوع إلى الله، هو زمن مخصص للرب ثمين جدا ويجب أن نستغله دائما ونطلب من الله تعالى كل نعمة وبركة من ريدها بهالأيام هاي بالذات. نضع كل همومنا كل صعوباتنا مرضانا وموتانا نذكرهم بالصلوات دائما، ولكن نذكر كمان أصحاب هالأرض المقدسة اللي بدوروا على الطمأنينة والسلام وأن تسود المحبة بدلا من العنف بدلا من البغض بدلا من الحقد بدلا من الحرب، يسود السلام اللي أجا فيه سيدنا يسوع المسيح. زمن الصوم وزمن تقشف، زمن رجوع إلى الله تعالى، زمن التفكير بأخونا الإنسان ومد يد العون إله. ويسوع المسيح بذكرنا فيه دائما، كل ما عملتموه فيه بهذا الإنسان فبيه قد فعلتموه. والله تعالى بعطينا كثير من المسؤولية، وبالتالي هالحركات هاي كلها الحج بهالأيام هاي بالذات من الجروبات اللي عم تيجي من كل دول العالم ولكن أيضا من أهل الأرض المقدسة لكي يقولوا للناس إنه إحنا دعاة سلام دعاة محبة. وإحنا بنحمل هالرسالة اليوم من عبر قناة نورسات، وإحنا بنطلب لهم كل التوفيق وبنشكرهم على كل جهودهم من أجل نقل رسالة المحبة والسلام بحيث تنتقل هاي الرسالة إلى كل العالم، إلى قلب كل إنسان، إلى قلب كل مسيحي، إلى قلب كل بيت. وإحنا بنعرف وما ينسى نورسات إنه كل بيت يعيش كل يوم مع المسيح من خلال رسالة من خلال نورسات. إحنا بنطلب لهم التوفيق والبركة والدعاء ومنرافقهم بصلواتنا ومحبتنا. وبالتالي بتمنى لكل محبينا لكل إخوتنا لكل أعزائنا سواء كان في القدس في الأرض المقدسة أو في الأردن خصوصا، نتمنى لهم أن يكون صوم مبارك يعود عليهم دائما، يعود عليهم بالنعمة والبركة. وإن شاء الله الله تعالى بخلينا نكون مستعدين لحتى لين نحتفل بقيامة سيدنا يسوع المسيح. وكل عام وانتم بألف خير. يا مسيح الحياة في قبر وضعت فتحجب جنود الملائكة الذين مجدوا تنازلك. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنيستي إك نكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس إتي سنتيز نيماسي زوين خارسا منو. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. وانتهت المسيرة في مكان الصلب على تلة الجلجثة وهو مكان كنيسة القبر المقدس في كنيسة القيامة. وتأتي هذه المسيرة التقليدية السنوية في زمن الصوم الكبير وعلى خطى آلام سيدنا المسيح له المجد كخطوة استعدادية قوامها الصلاة والتوبة والعودة إلى الله عشية حلول الأسبوع المقدس وعيد الفصح المجيد. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القيامة القدس.